يقول السائل حفظكم الله: انخفض عندي السكر حتى أغمي علي مدة 3 أيام، فما هو التصرف الصحيح بالنسبة لما فاتني من الصلوات خلال هذه المدة؟ والله المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. نعم. بعض أهل العلم بعض أهل العلم يقولون بأنه ليس عليه قضاء صوم ولا صلاة. لماذا؟ لأن من شروط العبادة العقل، والعقل مفقود منه كما في السؤال بأنه 3 أيام مغمي عليه، فقد دخل عليه مجموعة من أوقات الصلاة وليس معه عقله، وكذلك الصوم في 3 أيام وهو فاقد العقل. وهناك من أهل العلم من قال بأنه يجب عليه أن يقضي، ولكن الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا قضاء عليه لا في صوم ولا في صلاة، لأنه فقد وقت الوجوب العقل الذي هو شرط لأداء مقتضى الوجوب، والله أعلم.